ضيفنا اليوم أول مرة يجي بحذنا للإذاعة الوطنية، نحن سعداء باستقباله، هو سي محسن المساوي المدير العام للمركز الفني للنسيج. مرحبا بك سي محسن. صباح النور، مرحبا بك أخت رانيا، مرحبا بكافة مستمعات ومستمعي الإذاعة الوطنية وكذلك مشاهدات ومشاهدي الإذاعة الوطنية. شكرا لك، يعطيك الصحة. مرحبا بك، حديثنا معك مش يكون حول قطاع مهم، هو قطاع مصدر كليا، عنده سنوات أولا يوفر استثمارات مهمة، ثم مداخيل كبيرة، تصدير نحو أوروبا خاصة، شريكنا الأول مؤخرا قاعد يقدم ويحاول أنه يتجاوز الصعوبات قطاع النسيج في بلادنا، اللي هو قطاع مهم على المستوى الوطني والعالمي. قبل ما ندخلوا التفاصيل القطاع هذيا، نحبوا معك أنت ناخذوا فكرة على المركز الفني للنسيج. شكرا. دونك المركز الفني للنسيج هو مؤسسة عمومية تحت إشراف وزارة الصناعة والمناجم والطاقة. تم إحداث المركز هذه سنة 1991، ويضم معناتها حوالي معناتها 91 معناتها بين معناتها إطارات وأعوان، معناتها نسبة التود تكنيسيتي فيه تقرب 67%. دونك يعتمد أكثر معناتها على الجانب معناتها التقني، معناتها من المهندسين وتقنيين ساميين. هالمركز هذا عنده معناتها ثلاثة معناتها وحدات، عندنا معناتها السياج اللي هو المركز المقر الاجتماعي في ولاية بن عروس، عندنا زادا كيف مقر في ولاية المنستير، وكذلك تمثيلية في جهة تسفيق. هذاك على الأقل نحاولوا باش نغطيو معناتها كافة الطلبيات على معناتها كامل تراب الجمهورية. قطاع النسيج اليوم شنو أحواله؟ قطاع النسيج عنده المكانة والأهمية متاعه في الاقتصاد الوطني، خاطر من حيث معناتها احداث مواطن الشغل، من حيث معناتها جلب الاستثمارات الخارجية ودفع الصادرات، فهو ثاني قطاع مصدر بعد معناتها القطاعات الكهرباء والميكانيك. القطاع هذا يساهم في 20% معناتها من الصادرات المعملية، يساهم في حوالي 30% من عدد المؤسسات و30% من عدد مواطن الشغل. يضم القطاع هذا حوالي 1500 مؤسسة تشغل تقريبا 155 ألف مواطن شغل. وين نصدره خاصة؟ نسيجنا وين يمشي في العالم؟ شكرا. القطاع هذا هو موجه أساسا للتصدير. 80% من المؤسسات الصناعية مؤسسات مصدرة كليا، والسوق الأوروبي هي معناتها الوجهة الأولى للقطاع هذا. تقريبا 95% من الصادرات القطاع موجهة للسوق الأوروبية. دونك تونس تمثل معناتها هي 10 مصدر للاتحاد الأوروبي بحصة سوق تناهز 2.8%. تونس هي رابع مزود للاتحاد الأوروبي في سراويل الجين بحصة تقدر 8.6%. شكون قبلنا نحن رابعين؟ شكون قبلنا خاصة في البلدان العربية أو الشمال الأفريقي؟ طبعا عنا بنغلاديش، الصين، الهند وتركيا. شنو اللي يميز نسيجنا التونسي على بقية البلدان؟ شنو مميزات النسيج بتاعنا؟ نحن بعد نهاء التعامل بالاتفاقية متعددة الألياف لاكور ملتي فيبر، دونك ما عادش تم حصة خاصة تونس. دونك اليوم ولت منافسة معناتها كبيرة، خاصة من البلدان الآسيوية اللي تعتمد على كلفة يد عاملة رخيصة. دونك ولا القطاع التونسي توجه نحو إنتاج منتوجات معناتها ذات قيمة مضافة عالية وبكميات محدودة. اليوم القطاع معناتها يعني متخصص تقريبا في إنتاج أهم الماركات العالمية وذات قيمة مضافة عالية. لاكور ملتي فيبر اللي قلت عليه توا، شنو فيه بالضبط؟ هو يعطي حصة لتونس معناتها اللي معناتها بمقارب بقية البلدان. دونك تونس كانت عندها حصة تصدير نتاعها محترمة، دونك بنهاية العمل بالاتفاقية هذه دونك أصبحت السوق الأوروبية سوق مفتوحة، دونك ما تعتمد على قدرة تنافسية. ولذا اليوم نعرفوا أن البلدان الآسيوية معناتها خاصة معناتها كما بنغلاديش وغيرها والباكستان، دونك البلدان هذه كلفة اليد العاملة نتاعها رخيصة وزهيدة جدا مقارنة معناتها بالكلفة معناتها التونسية. دونك اليوم ولا الاقتصاد معناتها القطاع نتاعنا اعتمد على تمشي انه موقع في معناتها انتاج معناتها مواد معناتها ومنتوجات ذات قيمه مضافه عاليه ومعناتها بكميات قليله. اليوم معناتها اليوم نعرفوا انه في تونس اهم الماركات العالميه تتصنع في تونس، وخاصه معناتها اللي فيها تكنيسيتي كبيره وفيها معناتها ذات محتوى تكنولوجي عالي وعالي جدا. نهار الاثنين 21 اكتوبر يعني عندنا جمعه تاو الاثنين اللي فات، المركز كان وقع على اتفاقيه المركز الفني للنسيج مع الوكاله الألمانية للتعاون الدولي، اتفاقية
التعاون لدفع قطاع النسيج والملابس، ناخذ عليها فكره الاتفاقيه ذي وابرز ما جاء فيها. شكرا. دونك احنا نعرفوا انه وزاره الصناعه والطاقه والمناجم عملت معناتها دراسه استراتيجيه اللي هي معناتها الصناعه والتجديد في افق 2035. دونك اليوم معناتها المركز باش يستجيب للتطلعات الجديده للاستراتيجيه هذه، باش يكون متاقلم، وخاصه انه نعرف العنصر الثاني من الاستراتيجيه هذه هو معناتها دعم الانتقال الايكولوجي والرقمي للصناعه التونسيه في ظل التوجهات الجديده هذه. دونك المركز الفني دونك قام معناتها بعده معناتها ادخال عده تغييرات خاصه في الخدمات المزدات، ومعناتها باش يكون مواكب لتنفيذ الاستراتيجيه هذه. الاتفاقيه هذه معناتها فيها خمسه معناتها محاور اساسيه. عندنا المحور الاول اللي هو معناتها انجاز دراسه مقارنه مع معناتها مراكز شبيهه عالميه، باش نشوفوا شنو الخدمات الجديده المزدات على المستوى العالمي، هكاك باش نجموا نرفعوا في المستوى الخدمات المزدات من قبل المركز الفني للنسيج للمؤسسات الصناعيه التونسيه. كيف كيف اليوم ثم خدمات جديده معناتها وذات صبغه استعجاليه، كيما اليوم معناتها الاحاطه الفنيه للمؤسسات الصناعيه بخصوص معناتها لوديت انرجيتيك، كيف كيف كيفاش تحسب معناتها البيلون كربون تاع المؤسسه، كيفاش لومبرانت كربون، كيف كيف دخلنا خدمه جديده اللي هو احنا تقريبا عندنا في الاكسكلوزيفيتي اللي هو معناتها الميزون بلاس نتاع الحصول على شهاده ستيب بي اوكوتكس اللي ولات مفروضه من عديد من الاسواق الاوروبيه، وكذلك ستيب بي اوكوتكس الشهاده هذه تساهم ان ولات مطلوبه للحصول على التمويل المستدام. باش نفهموها اكثر، يعني النسيج نتاعنا القماشات نتاعنا تدخل للمخبر باش نشوفوا مدى مطابقتها للمواصفات العالميه باش نجم تاخذ الشهاده هذيا؟ اكيد. دونك اليوم معناتها من الحاجات الجديده في الاتفاقيه هذه هو ادخال خدمات معناتها مخبريه جديده اللي تخص خاصه النسيج التقني. دونك اليوم ولت عنده متطلبات جديده. دونك شو معنى النسيج التقني؟ النسيج التقني اللي هو عنده استعمال تقني، كما مثلا النسيج المواجه للاستعمال في السيارات، النسيج اللي يحمي ليفاتمون دو بروتيكسيون اللي يحمي معناتها من الحراره والا من المواد معناتها الكيميائيه، هذا ما يسمى معناتها نسيج ذات ذو استعمال تقني. واضح. باهي، فما خدمه مهمه اللي هي المترولوجيا، للي ما يعرفهاش اش معناها مترولوجيا، وهي اول مره تصير على المستوى الوطني ومن الخدمات اللي نحن رايدين فيها كبلاد. نعرف الخدمات المخبرية معناتها تقوم بها معدات مخبرية. دونك يتم المراقبة بصفة دورية للمعدات هذه، باش تكون أنه الأرقام والنتائج اللي تعطيها من المعدات هذه تكون مع دائما معناتها موثوق بها. دونك يتم معناتها معناتها ليتالوناج نتاع هذه للمعدات هذه. بالنسبة تم إدخال معناتها زوج خدمات جديدة على المستوى الوطني اللي هي أول معناتها مرة يتم إحداثها، هي مخص معناتها الإكسمتر والتاكيمتر اللي هما يتم معناتها الإتالوناج نتاع المعدات هذه خارج الوطن التونسي. دونك الحقيقة اليوم نفتخر أنه تم إدخال الخدمات الجديدة هذه بالمركز الفني للنسيج. باهي، فما أيضا الخلية نتاع اليقظة اللي هذه مهمة بالنسبة لنا. الخلية نتاع اليقظة شنو تعمل، شنو مهمتها، كيفاش تخدم زادة، هل أنه دوروا على المؤسسات، هل أنه فيها في كل مؤسسة فما خلية صغيرة؟ هو الخليه الدور نتاعها شنو هو، باش نمدوا معناتها المؤسسات معناتها والجامعه والا الهياكل معناتها الصناعيه او المؤسسات معناتها باليقظه على مستوى معناتها شنو التكنولوجيا الجديده، شنو التشاريع العالميه الجديده. معناتها باش هي تخدم على المستوى العالمي باش نكونوا نحن يقظين كبلد ونواكبوا كل ما هو تطورات. الخليه هذه معناتها باش يتم معناتها احداثها بالتنسيق ما بين معناتها الاداره العامه للنسيج والملابس لبس والقطب معناتها التنميه المناسيه للفجر. مازالت ما صارتش. لا احنا بدينا فيها وتو باش يتم ان شاء الله ابرام اتفاقيه معناتها للانطلاق الفعلي في معناتها الخليه هذه. باهي، شنو النصوص القانونيه اللي تنظم هذا القطاع؟
وخصوصيتها، وهل هي مواكبة لكل التطورات اللي قاعدة تصير؟ هو شوف، النصوص القانونية هي ماهيش حاجة ثابتة، حاجة متغيرة، لأنه أكيد. احنا القطاع بتاعنا قطاع متغير، دونك اليوم النصوص هذه والتشريعات هذه تتغير. نشوفوا أنه مثلا الاتحاد الأوروبي قاعد يغير في شنو المواد الكيميائية اللي تم منع تداولها مثلا في مخص مع عملية الصباغة. دونك هنا يجب تم ملائمة التشريع اللي تقول راهو ثم تغيرات على المستوى التشريعي، وإعلام المؤسسات باش تكون زادة هي مطابقة للمواصفات والتشريع الجديدة. طيب أنت ذكرت العالم، ونحن نعرفوا لقطاع النسيج في العالم، العالم يحكي ويقولوا الخبراء يقولوا اللي هو ثاني قطاع ملوث على المستوى العالمي بعد المحروقات، بعد صناعة البترولية. القطاع هذا هل هو ملوث في بلادنا، وكيفاش نجم نحده من التلوث؟ وهل أنه قاعدين مع الوزارة المشرفة وزارة الصناعة ومع مختلف الأطراف قاعدين نعملوا في انتقال رقمي إيكولوجي مواكب للاقتصاد الأخضر أو الاقتصاد الدائري؟ وهو كذلك. شوفي، على المستوى العالمي كما قلت لك هو ثاني مع قطاع ملوث، لكن في تونس اليوم الحقيقة الصبغة اللي تميز بها القطاع وكانت معناتها حافز وانتقال هام وهام جدا معناتها للقدرة التنافسية للقطاع هذه، هو أنه التمشي الإيكولوجي. تقريبا كنا سباقين في المجال هذه معناتها معنا تقريبا 10 سنوات، ومشكورة معناتها وزارة الصناعة والجامعة التونسية للنسيج واللبس على التوجه هذا، أنه اليوم المؤسسات نتاعنا اللي تستعمل في المياه ولا تستعمل في معناتها التكنولوجيا اللي تقلص بصفة معناتها كبيرة وكبيرة جدا في استهلاك المياه، إعادة رسكلة المياه وإعادة استعمالها بمسيفة جديدة خاصة للجينات. نعرفوا للجيني سلك برشا مياه. احنا كمركز فني للنسيج إن شاء الله بصدد معناتها إعداد مشروع نموذجي يكون معناتها في المونستير. المشروع هذا باش يكون أنه على ذمة معناتها المؤسسات الصناعية، على ذمة الباحثين الجامعيين، على ذمة الطلبة، أنه كيفاش أنه نعملوا صباغة الجين بدون استعمال الماء وبدون تلويث، معناتها زيرو كونسوماسيون دو زيرو بوليسيون. كيفاش هذا؟ ذي باستعمال مع التقنيات الجديده ان شاء الله كما قلت لك معناتها في القريب العاجل. وقتاش نتلقوا فيها قريب العاجل؟ باش نكونوا واقعين ان شاء الله في بدايه معناتها السنه المقبله ان شاء الله. ان شاء الله. شنو ابرز الاشكاليات اللي تعرضوا لها ال 1500 مؤسسه العامله في قطاع النسيج اليوم؟ والله كما يقولوا باش نكونوا واقعيين، اليوم ثم معناتها صعوبات عالميه، ثم بعض الصعوبات معناتها الداخليه، صعوبات عالميه اللي نعرفوا اليوم معناتها خاصه بعد الجائحه نتاع الكوفيد معناتها والتاثير نتاعها معناتها على المؤسسات الصناعيه، ثم زادت معناتها الحرب الاوكرانيه كيف اللي معناتها اثرت معناتها بصفه معناتها زادت على الاستهلاك العالمي والانكماش خاصه في السوق الاوروبيه والتضخم وارتفاع التضخم بالسوق هذه اثر على الكميات المستورده من السوق هذه. اذا كان ثم معناتها تقليص في الاستهلاك، ثم بطبيعه الحال ثم تقليص في مستوى التوريد. والتوجه الجديد زاد كيف نعرفوا الاتحاد الاوروبي عمل استراتيجيه جديده في افق 2030 اللي هو ذا جرين ديل، معناتها اللي تعتمد على الاقتصاد الدائري، كيفاش اليوم نعاودوا معناتها نرسكلوا المواد النسيجيه هذه، كيفاش نستعملوا معناتها نقلصوا الانبعاثات نتاع الغازات المضره معناتها بالمناخ، وكيفاش معناتها نعاودوا سيرتو معناتها نحافظوا على الموارد الطبيعيه. دونك هذه كلها معناتها خلت معناتها المؤسسات تاعنا اللي معناتها تعاود بتبلور معناتها التوجهات نتاعها. والحقيقه ديما انه الميزه في المؤسسات تاعنا انها تتاقلم مع الوضعيات هذه بصفه معناتها سريعه. واليوم نلاحظوا ثم اهتمامات كبيره من خاصه في الاستثمار من القطاعات ذات النسيج التقني المستعمل معناتها في استعمال السيارات. اليوم ثم مؤسسات ولات تشكو معاش اليد العامله، اليوم يقول لك انا عندي معناتها شغل في 300 ونعمل في مشروع باش نخدم به 1000 خدام. وهيش لاقيه اليد العامله مع نسبه البطاله الموجوده. اي نعم، اليوم الحقيقه ثم اشكاليه كبيره، واحنا دورنا كمركز فني للنسيج باش نعاونوا المؤسسات هذه كيفاش معناتها تتجاوز الصعوبات هذه بادخال بعض التقنيات اللي هو نحن اليوم عملنا مخبر جديد اللي هو الاوبن لاب اللي هو باش نساعدوا المؤسسات هذه على مع تجاوز الصعوبات هذه. اليوم نعرف بشكون الدعم القدره التنافسيه، راهو ماهوش بالضغط على الاسعار انما باستعمال التجديد.
اليوم لينوفاسيون معناتها يكون معناتها ان لوفي تري امبورطون معناتها بور معناتها اوغمونتي لا كومبيتيفيتي دو لونتربريز دونك سي اترافير لينوفاسيون. دونك احنا اليوم نقدموا في حلول للمؤسسات هذه كيفاش انه تزيد في الانتاجيه نتاعها بنفس اليد العامله هذه وخاصه تكون معناتها مرتاحه معناتها تكون عندها تزيد في الروندمون نتاعها وتكون العام مرتاح. دونك الحلول هذه ماشيين في توجه احنا عملنا كمركز فني للنسيج عملنا فيزيون استراتيجيه جديده لازم نكونوا زاد احنا في الاتجاه نتاع دعم الانتقال الرقمي نحو الصناعه الذكيه اندستري 4.0 اترافير معناتها حلول وخاصه المؤسسات الصغرى المتوسطه اللي مؤسسات صغرى المتوسطه ما عندهاش القدره معناتها القدره الماليه باش تشتري مع التكنولوجيا هذه احنا دورنا لازمنا نعطوها دي سولوشن معناتها يكونوا على بورتي نتاع المؤسسات هذه. في دقيقه اللي ما زالت فما كلمه قلتها في كلامك اللي هي عجبتني واللي نحن ديما ناكدوا اللي يلزم نخدموا عليها الفيزيون استراتيجيك. المركز نتاعكم عامل استراتيجيه على امتداد قد ايه وين يحب يوصل وهنا نفتحوا افاق نحو المستقبل نتاع المركز الفني للنسيج. احنا الفيزيون استراتيجيك نتاعنا للمركز هي تستمد من الفيزيون استراتيجيك نتاع الاستراتيجيه الصناعيه باش نخدموا في تناغم كامل كذلك زاد في التوجهات العالميه لانه احنا قطاع موجه كليا للتصدير. احنا نحبوا نرجعوا المركز هذا مركز معناتها سونتر ديكسيلونس دونك معناتها فيما يخص معناتها التحاليل المخبريه لانه نحن اليوم قمنا باستثمارات تناهز تقريبا معناتها 6 مليارات على فتره 3 سنوات. اليوم مقدرين كمركز الفني معناتها باش نكونوا رائدين في المجال هذا على المستوى الوطني وكذلك في المستوى العالمي. اليوم قادرين نستجيبوا لطلبات جميع الماركات العالميه في التحاليل المخبريه نتاعنا كيف زاد مخص معناتها التجديد ودعم الانتقال التكنولوجي للمؤسسات. قاعدين اليوم نقوموا معناتها بتجارب ومعناتها دي معناتها دي بروتوتيب كيفاش ناخذوا معناتها معدات بسيطة ونرجعها 100% اوتوماتيك اعتمادا على كفاءة تونسية هذه لانه عندنا شباب واعد في المجال هذا ما شاء الله الحقيقة اعتمادا على معناتها على الطلبة اعتمادا على الباحثين الجامعيين اعتمادا على الستارت اب اللي هذا ما عملنا للفضاء هذه للبحث والتجديد كيف انخرطنا اليوم تونس هي رائدة في مجال الانتاج العلمي والبحث العلمي لكن ما ثماش تثمين هام للبحوث العلمية. احنا اليوم انخرطنا في الفالوريزاسيون مع دي ترافو دو ريشيرش معناتها من المخبر هذا زاد كيف نثمنوا معناتها البحوث العلميه هذه بالتنسيق مع وزاره التعليم العالي والبحث العلمي وزاره الصناعه والطاقه والمناجم الجامعه التونسيه الايكو سيستم تاعنا وان شاء الله معناتها ديما ندعموا القدره التنافسيه. اليوم نحب نركزوا انه اليوم القدره التنافسيه تكون معناتها عن طريق التجديد وليس على الضغط في الاسعار. يعطيك صحة شكرا لك أنك كنت بحذنا وعطيتنا كل هذه المعطيات. سي محسن الميساوي المدير العام للمركز الفني للنسيج هذه فكرة على القطاع قطاع مهم قطاع واعد المركز إن شاء الله نتمنى له كل النجاح والتوفيق في ظرف قدم سنة يولي سنتر ديكسيلانس استراتيجية هذه متاع عامين ثلاثة أربعة باش تكون معناتها واقعيين معناتها ما تفوتش عامين خاطر اليوم ما تعرف انك تحط التوجه معناتها قبل كانوا يحطوا معناتها 5 سنين اليوم في ظل التغيرات اللي صايره على المستوى العالمي باش تكون واقعي تعمل التوجهات نتاعك على في ظرف عامين تعمل التقييم نتاعك باش تعدل الاوتار على المستجدات الجديده وتقدم ان شاء الله كما قلت لك معناتها نحن الهدف نتاعنا انه نرجعوا للاشعاع للمركز هذه على المستوى الوطني والمستوى العالمي. 1500 مؤسسة تعمل اليوم في قطاع النسيج نتمنى لها التوفيق 150 ألف موطن شغل إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لهم كل شكرا لك على قبول دعوتنا. لازم نغاموا بعد نمشيوا لبقية فقراتنا مازالوا عندنا الضيوف وأيضا باش تحطوا بعد لحظات على قطار وردي هاي قطار تران غوز باقي في إطار أكتوبر الوردي.